لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أقف الآن في مدينة توليدو بالإسباني وطليطلة بالعربي، أي في منطقة من مناطق التي تسمى الأندلس القديمة، مناطق المسلمين الذين حكموا الأندلس إسبانيا 8 قرون. مدينة طليطلة لها أهمية كبرى، وقلت أكثر من مرة ونحن في حديثنا عن التراث الإسلامي، التاريخ الإسلامي، المناطق الإسلامية، لا نتكلم عن قصة ممتدة فقط للتسلية، لا أتكلم عن أحداث مجرد لملء فراغ ممتع لنا نشبع أنفسنا من النقص الذي نحن فيه اليوم كأمة، وإنما نذكر التاريخ واحد لأخذ العبرة، ثانياً لاكتشاف سنن الله سبحانه وتعالى في المجتمع وفي الناس، لأن المجتمع والتاريخ تحكمه قوانين كما أن الطبيعة المادية تحكمه قوانين، ولتلك القوانين طبيعتها وحركتها الاجتماعية، ولهذه القوانين الطبيعية طبيعتها، فلا بد أن نفهم السنن الاجتماعية، وهي التي يسترشد بها المؤرخون ويسترشد بها السياسيون، وتستنطق الأمم هذه الأحداث لكي تأخذ منها المعاني وتستفيد تاريخيا. وكما يقال التاريخ يعيد نفسه، كلمة مختصرة موجزة رمزية دالة، ليست إعادة تطابقية ولكن إعادة قانونية سننية كونية. 2، ندرس التاريخ ونقرأ التاريخ من أجل ماذا؟ من أجل رد بعض الشبهات وكشف بعض الحقائق، سواء حقائق بالنسبة لنا أو بالنسبة لغيرنا، وحقائق قد تكون مشرفة لتاريخنا تضع على الرأس، وحقائق قد تكون مذلة مخجلة. لماذا؟ لأن ليس في ذلك ضير إلا الانتفاع والعبرة. فكثيراً ما نكرر ونؤكد يا جماعة أن التاريخ ليس مصدراً من مصادر التشريع، التاريخ ما يؤخذ منه الحلال والحرام، التاريخ يحكم عليه بالحلال والحرام. فالحلال والحرام والقوانين الشرعية هي المعيار، هي الميزان، والتاريخ هو المحكوم عليه، حتى لا يصير انتكاس في الأحكام، وحتى لا يصير قياس غلط يقول لماذا هزمنا ونحن مسلمون. لأنك هزمت لأنك خالفت السنن، ولأن في قواعد حياتية لا تجامل أحد، وقوانين الله لا تجامل أحد. طليطلة، من أين تأتي مكانة طليطلة؟ تأتي مكانتها من أنها أول مدينة تفتح إسلامياً في سنة 93 هجرية، تصوروا في 100 الأولى من الهجرة النبوية تفتح طليطلة بقيادة ذلك الرجل العظيم طارق ابن زياد، عندما دخل الأندلس ودخل في مناوشات ومعارك فتوجه إلى قلب هذه المنطقة طليطلة وفتحها. كان فيها مجموعة من النصارى، مجموعة من اليهود، هم الذين كانوا موجودون. إذن من الذي هرب وترك طليطلة وسلمها بكل بساطة؟ هم القوط. القوط سبقهم من؟ الرومان. القوط حصل بينهم خلاف لأنهم على قسمين، الكاثوليك والأريسيين. الأريسيون أقرب إلى الموحدين، الكاثوليك كانوا أصحاب السطوة، أذلوا الكثرة، أذلوا القوط، أذلوا الأريسيين. كما في كل مذهب وفي كل انتماء هنالك يقع ظالم ومظلوم حتى بين الانتماء الواحد، أذلوهم. هذه نقطة مهمة جوهرية في قضية الخلاف الداخلي لكل مجموعة، لكل أمة، لكل دولة، يكون هو السبب الأول في القوة الخارجية. إن كانت متماسكة واضحة الرؤية عندها الاستعداد الكامل، خذت بالأسباب الحياتية التي جعلها الله حياداً للكافر والمؤمن، من سار على الدرب وصل، ومن أخذ بالأسباب نجح. قاعدة كلية لا تجامل الانتماءات. هؤلاء القوط، وهذا يذكرنا أيضاً بمصر كيف كان الكاثوليك يذلون الأقباط، أهل البلد الأصليين. ما الذي نستفيده من ذلك؟ نستفيد من ذلك للإجابة على ذلك السؤال، هل
المسلمون استعمروا إسبانيا؟ ثم يقول لنا البعض: لماذا أنتم زعلانين من أن الغرب يستعمركم ويذلكم؟ ما أنتم ذليتوا العالم. هل هذا حقيقة؟ هل هذه حقيقة؟ إطلاقاً. لماذا؟ لأن القوط، لأن الإسبان هم الذين رحبوا بالمسلمين لما وقع عليهم من الظلم. وتقرأ تفاصيل الأحداث كيف فتحت الأبواب وتم الترحيب. ثانياً، لأن هؤلاء ما رحبوا بالمسلمين إلا كما قلت للاستدلال الطائفة على طائفة داخلياً. ثانياً، لأن هنالك طبقية، السبب الثاني، طبقية في المجتمع. المجتمع متى ما خضع للطبقية، قوي وضعيف، غني وفقير، وكان صاحب رأس المال والسلطة الذي يملك يستذل الذي لا يملك ويعتبره مادة استعمالية بلاستيكية يذلها ويستهلكها لأن ليس لها قوة، تزهد فيك، لا تحبك. ومن ثم كان لابد أن تبحث عن البديل أيا كان، لو كان من خارج أرضك، لو كان من دين آخر عن دينك، لو كان من قومية أخرى لا تنتمي إلى قوميتك. لذلك كانت الطبقة الأولى النبلاء، هؤلاء الأشراف الكبار الذين يملكون الأراضي، ملكوا الأراضي فاستذلوا الفقراء وفرضوا عليهم الضرائب المضاعفة، فكانوا كما يقول في الشعبي تحت خط الفقر. الطبقة الثانية من؟ هم رجال الدين، أيضا تحالفوا مع النبلاء وأذلوا الفقراء من خلال ملك الأراضي واشتغال الفقراء فيها وإهلاكهم أيضا بالضرائب. الطبقة الثالثة من؟ الطبقة الثالثة اليهود وبعض العبيد، وأيضا هؤلاء كانوا من الفرق المنبوذة. جاء طارق بن زياد فرحب به وجلس اليهود فتعايشوا مع المسلمين، فكان في طليطلة مدينة التعايش. وما أعظم فكرة التعايش، ولكن تعايش مع من؟ مع اللي يغزيك؟ مع الذي يفرض عليك ظلما ويستذلك ويسرق ثرواتك ويطبق عليك كل التجارب كما يحصل اليوم في عالمنا الشرق الأوسط؟ لا، رأوا عندهم عدالة. فعليه فطارق بن زياد رضي الله عنه صالح أهل طليطلة ودخلها سلما، ومن ثم ترك الكنائس على ما هي عليه يتعبدون الله فيها، سمح لهم، وترك ماذا؟ الكنس لليهود، وجعل أوباناس، أو هذا هكذا يكون اسمه، أوناس أوباناس هكذا اسمه، مطران طليطلة، جعله هو المطران الرسمي على المدينة، أقر الناس على ما هم عليه. فصار المسلمون من عرب وأمازيغ واليهود والنصارى الذين بقوا في هذه المنطقة كلهم يتعايشون بطريقة اجتماعية هادئة في الفترات الأولى المتقادمة من طليطلة، هذا البلد الذي عرف بالعلم والتعايش والجمال أيضا. تكلمنا بأن مدينة طليطلة الأندلسية اللي في إسبانيا هي أول المدن فتحاً في سنة 92 هجرية عندما دخلها طارق بن زياد، كما أنها أول المدن، وهذه مفارقة، أول المدن سقوطاً في عهد الطوائف والممالك، الطوائف الأندلسية أيضاً سنة 478 هجرية، بيد أن لكل مدينة في الأندلس بصمة، الهوية العامة إسلامية، لكن التفرد هذه المدينة عن تلك المدينة يختلف. أنا أقف الآن أمام مدرسة المترجمين في طليطلة. ماذا صنعت مدرسة المترجمين في طليطلة؟ قبل أن أتكلم عن مدرسة المترجمين في طليطلة، أتكلم بأن هذه مدينة العلم. عرفت طليطلة في بصمتها بأنها مدينة العلم، فعرفت أولاً بالمكتبات، المكتبات العامة والمكتبات الخاصة، وهذا خاصة في عصر ابن ذنون. هذه يعني عائلة اهتمت بالعلم لدرجة أن أحد الأمراء كاد أن يسطو على بعض المكتبات الخاصة لأن صارت
قضية اقتناء المكتبات، يعني همة عالية عند الناس، لكن نحن نريد الهمة العالية التي تسري في الطريق، يعني الحق والأدبيات الإسلامية تطبع على ذلك. لذلك كان من شروط اقتناء الكتب، من شروط اقتناء الكتب نظام خاص لاقتناء الكتب، من هذه الشروط أمانة المستعير. هذه المدينة عرفت بصناعة الورق التي تسمى الكاغد، والورق بوصلة حميمة لازمة لقضية العلم. هذه المدينة عرفت بالكتاتيب العلمية، والكتاتيب كلمة ربما يعني لها يعني معنى تصغيري في ثقافة بعض الذين يقرؤون التراث الماضي، لكن أعلم أن الكتاتيب مفتاح العلم، حيث يتعلم الإنسان في الابتداء اللغة والكتابة وحفظ المبدأ الأول والمتن الأول، القرآن الكريم الذي يفتح عليه أبواب العلم والمعرفة. من العلماء الذين عرفوا في مدينة طليطلة العلمية عالم الفلك المشهور ابن الزرقالي، هذا اسم رقم يسمونه في تاريخ علم الفلك. هذا رجل أول من قاس قياسات دقيقة لطول البحر الأبيض المتوسط. هذا الرجل أثبت درجات بالثانية أوج ميل الشمس بالنسبة للنجوم الثابتة. هذا الرجل صاحب الصحيفة الزرقالية في قضية الاسترلاب وتطوير النظر والدراسات والخرائط. الاسترلاب هذه الملاحة الفلكية التي كل الفتوحات العلمية والرحلات الغربية اعتمدت على الاسترلاب العربي، كما أنه يعني أهدى هذه العلوم، لاحظ الهدية ماذا تكون، أهداها للمعتمد ابن عباد، يهديه صحيفة علمية لأن أثبت التاريخ أن الأمة التي تتطور في علم الفلك تكون قوية عسكريا على أرض الواقع، تتطور في علم الفلك تكون قوية على أرض الواقع في الانتشار والتمكين، ومعه فريق علمي كامل. نفس الإمام ابن الزرقالي الفلكي هو الذي من المبكرين أو الأوائل الذين تكلموا عن حركة المدارات الفلكية في مدار بيضاوي. هذه الاسترلابات، هذا العلم الفلكي الذي قام به ابن الزرقالي ترجم إلى العلوم إلى اللغات الأخرى، لدرجة أن الغربيين الأوروبيين جلسوا أكثر من قرنين من الزمان يتابعون هذه المنظومة الفلكية عند ابن الزرقالي. عالم آخر من علماء الفلك أيضا اللي هو إبراهيم بن سعد السهلي. إبراهيم بن سعد السهلي هو صانع الاسترلابات، صنع استرلابين خلال سنتين، ومن العلماء الطليطليين المشهورين على صعيد الأندلس كله، أعلم علماء الفلاحة والزراعة، معروف بابن البصال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم. هذا الرجل ألف كتابا في علم الفلاحة أيضا استفاد منه العالم في وقته كله. يطول الكلام عن بصمة طليطلة في العلم على الأندلس، أندلس المسلمين، وعلى إسبانيا كلها، وعلى أوروبا. لماذا؟ لأن طليطلة هي عاصمة العلم في الأندلس. وأنا الآن أقف أمام مدرسة المترجمين في طليطلة التي انتقلت منها علوم العرب والمسلمين في الفلكي والطبي والفلسفتي والأدبي وكل شيء إلى أوروبا. من هذه المدرسة التي تأسست في القرن الثاني عشر الميلادي وتتابع ملوك أوروبا على تطويرها ابتداء من الفونسو السابع إلى أن طورها وبلغت ذروتها مع الفونسو العاشر. ترجم فيها كتاب كليلة ودنيا، كتاب تصورات للرازي، كتب الفيلسوف ابن رشد، كتب رسائل ابن حزم. لن ننتهي في الكلام من ترجمات الأوروبية الحريصة التي لها يعني خصوصية كبيرة في قضية البصمة العلمية على أوروبا إلى قرون عديدة. ناخذ لقطة ولمحة من هذه المدرسة في وضعها الحالي الآن في طليطلة، تفضلوا معنا. Mm-hmm.
مدرسة المترجمين في طليطلة توليدو في إسبانيا التقينا بالدكتور كونيال. مرحبا دكتور كونيال. أحمد. باختصار أين نحن وماذا يمثل هذا المركز تاريخيا وإنسانيا؟ نحن في مدرسة المترجمين، نحن في قصر من القرن الرابع عشر. هذه المدرسة تمثل الحوار بين الشرق والغرب في القرون الأوسطى. كانوا المترجمون هنا في هذه المدرسة وفي هذه المدينة ما بين القرن الثاني عشر والثالث عشر، يترجمون المعرفة القديمة اليونانية الإغريقية والفارسية والعربية إلى اللغة اللاتينية في هذه المدينة. والآن هذه المدرسة مركز للأبحاث، نترجم من العربية إلى الإسبانية وندرس الترجمة ما بين هاتين اللغتين، وندرس على مستوى الماجستير، نترجم الأدب والفلسفة وندرس العربية كل يوم في المدينة. دكتور معلش، أنت درست العربية هنا؟ نعم، أنا تعلمت العربية في جامعة غرناطة وثم عشت مدة في دول عربية. دكتور، السؤال الذي يخطر على بال المثقفين وغير المتخصصين، أنا عرفت قبل قليل تاريخ هذه المدرسة العلمية التي ترجمت العلوم المتنوعة ومنها علوم المسلمين في الفلك والطب والفلسفة وإلى آخره، لكن كيف كانت تتم الترجمة؟ كانت اللغات أم يعني عدة لغات، كيف تتم الترجمة وحل الألغاز اللاتينية الإسبانية العربية؟ نعم، القصة طويلة جدا. حتى لا أطيل عليكم، لابد من المعرفة، لابد أن نعرف أن الكتب اللي موجودة، المخطوطات اللي جاءت إلى هذه المدينة في بداية القرن الثاني عشر تأتي عن طريق قرطبة، تأتي من بغداد. الكتب اللي ترجمت في بغداد في عصر المأمون من الإغريقية والفارسية والحندية إلى العربية انتقلت إلى هذه المدينة عبر قرطبة بعد سقوط المدينة. والمكتبات في المدينة، المكتبات الخاصة في توليدو، المكتبة في الكاتدرال وبجانب الملك مليء بالكتب بهذه المعرفة. هذه معرفة غير معروفة في دول أوروبية أخرى. إذا جاء إلى توليدو الكثير من الشبان، من الفلاسفة ومن الأطباء، باحثا عن هذه المعرفة، ترجمت الكتب من العربية إلى اللغة اللاتينية. الطريقة المستعملة طريقة مثيرة جدا، فيها شاركوا مترجمين أو متخصصين يتقنون اللغة العربية من جانب، اللغة اللاتينية من جانب ثاني، وأيضا اللغة الكشتالية القديمة اللي هي الإسبانية المحلية. نعم، الإسبانية القديمة. نعم. يعني كان في لجنة مكونة من متنوعين. نعم، وكل واحد من دينه، يعني لكل واحد ممكن يشتغل سواء مسيحي مع يهودي مع مسلم في الوقت نفسه. نعم، في مكان من أمكنة المدينة، وكل واحد يعرف لغة. نعم، أو يعرف لغتين، ممكن يعرف اللغة العربية واللغة الكشتالية، أو يعرف اللغة الكشتالية واللغة اللاتينية. هذا الاجتماع هو اللي مختلف، اللي جميل في هذه قصة المترجمين في القرون الأوسطى. يعني يتكلم عن المعيش ما بين سكان المدينة، يعني التعايش. التعايش معروفة في أبطال. نعم، والاحترام ما بينهم. نعم. دكتور، أنت قلت لي قبل قليل ونحن نجلس نتباحث أن في ترجمة كتابية وفي ترجمة سماعية. نعم. كيف هذه تكون؟ الترجمة الشفهية كانت الوسيط ما بين الترجمة الكتابية. المترجم يأخذ الكتاب المكتوب باللغة العربية، ممكن نتكلم عن كتاب لأوكليدس أو غالينوس أو أريستو أو ابن رشد مكتوب بالعربية، والهدف هو الترجمة إلى اللغة اللاتينية. المترجم اللي يتقن اللغة العربية يترجم إلى اللغة الكشتالية شفهية، ثم مترجم ثاني يتقن اللغة الكشتالية ولديه معرفة معلومات عن اللغة اللاتينية، هو يسمع ويتكلم ويقول لمترجم ثالث، وهو عادة من الكنيسة أو
ويتقن اللغة اللاتينية المكتوبة يكتب بطريقة سليمة باللغة اللاتينية ما سمع ما ترجم من الأول من العربية إلى القشطرية. دكتور كونيال، ما زالت الترجمة موجودة في هذه المدرسة العريقة في طليطلة، ولكن الآلية اختلفت، فهل يأتيكم الآن طلاب حتى يعني من المحيط إلى الخليج يريدون تعلم الترجمة الإسبانية؟ نحن في المدرسة ندرس العربية ولغات سامية أخرى، وندرس الترجمة على مستوى ماجستير من العربية إلى الإسبانية. بصفوفنا مر أكثر من 2000 طالب من البحر الأبيض المتوسط، وبعضهم من الخليج ومن الكويت بالضبط. ننظم مؤتمرات دولية حول الترجمة، حول دور الترجمة في الوقت الحاضر. أكثر من 30 مؤتمر دولية عن الترجمة والنشر في البحر الأبيض المتوسط وفي الدول العربية بشكل عام، ونترجم كتب وننظم مؤتمرات ومناهج لتعليم ولتعلم الترجمة. دكتور كانيادا، مدير مدرسة المترجمين في توليدو طليطلة، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، أنتم في بيتكم. هذه الفقرة الأخيرة في وقفتي مع مدينة طليطلة الجميلة، أول مدن الإسلام فتحاً لبلاد الأندلس، والعجيب أنها أول مدن الإسلام سقوطاً أيضاً. لماذا؟ لأن للنصر شروط ومعطيات وأسباب، وكذلك للهزيمة. وعندما عرضنا عرضاً سريعاً تاريخياً وقلنا موقفنا ليس التاريخي إنما استلهام السنن الإلهية وفي المجتمع وفي الحياة من أجل الاستفادة ومقارنة بالواقع واستلهام معاني باطنة كامنة أو ظاهرة مباشرة، ما نستطيع أن نغطي آثار الطليطلة. لسنا برنامج وثائقي، ولكن جئت أمشي على سور المدينة القديم العتيق الذي فيه من الإيحاءات ما فيه، من باب الثقرة إلى باب الشمس إلى باب المردوم. ووقفت هنا عند هذا باب المردوم عند السور. لماذا وقفت هنا؟ وقفت أمام مسجد المردوم. مسجد باب المردوم له قصة وعبرة وفائدة متعلقة حيويا في قضية دور المساجد وما يحصل اليوم. قبل ذلك، قبل أن نتكلم عن مسجد باب المردوم، لا يسعفني الدقائق أن أغطي أكبر مسجد جامع طليطلة الكبير. عندما دخل الفونسو وهزم المسلمون ودخلوا في معاهدة، عاهد المسلمين على أنه لا يمس المسجد الكبير، مسجد الدولة الطليطلية المسلمة، ويترك المسلمين على ما هم عليه، الله وكيلك شهرين، ويحول ويبدأ المسجد إلى كنيسة يمنع الصلاة فيها. وبعد قرن ونصف كان قائماً المسجد، قرن ونصف يهدم وتبنى على أنقاضه الكاتدرائية الكبرى في طليطلة، واستمر بنائها قرنين ونصف. ذكرنا مراراً قضية التعاطي مع الآخر، أو اللي يسمونهم اليهود أحياناً المصطلح الأغيار، ما هو أكيد غير، لكن كيف أنظر للأغيار بالنسبة لحقوقهم الشخصية وأملاكهم وأيضاً ثقافتهم وهويتهم ومساجدهم. هذا أصلنا الموضوع في أكثر من موقف، وقلنا موقف الشريعة الإسلامية وأن أحد إسلام أحد أسباب دخول يهود الأندلس ونصارى الأندلس في الإسلام كانت العدالة الإسلامية. وبينا في قرطبة كيف تبرعوا بأراضي وبساتين لمسجد قرطبة، لأن أولادهم كانوا يتعلمون في مسجد قرطبة الفلك والهندسة والطب والكيمياء من غير العلوم الشرعية فيستفيدون. أنتقل من ذلك الجامع الكبير لكي آتي إلى جامع أو مسجد باب المردوم. ما حكاية هذا المسجد؟ بينه وبين سور الطليطلة
مدينة طليطلة كم؟ 100 متر هذه؟ 100 متر، 100 متر، 100 متر. الطريف أن الذي بناه لم يكن السلطان أو الأمير أو الدولة، الذي بناه رجل خيري من عامة الناس لا يعرفه أحداً، لكن التاريخ خلد اسمه، ولو لم يخلد اسمه فالخلود يبقى والخير يبقى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعرفهم. اسمه أحمد بن حديدي، أحمد بن حديدي. هذا الرجل فكرته ماذا؟ قال هذا السور العظيم الذي يحرسه الأجناد في أبراجه لابد أن يحتاج إلى الجانب القوة العسكرية والتقدم التقني المادي البنائي، يجب أن تكون معه قوة موازية، قوة روحية، قوة أخلاقية، قوة معنوية، قوة الله أكبر. فبنى للجنود هذا المسجد حتى يجمعون بين القوتين. هذه نقطة مهمة. لماذا؟ لأن الجندي والعسكر، وكما يقول توينبي في موسوعته التاريخية الكبيرة هذا المؤرخ العالمي، دائما يضربون سوء الأخلاق بأخلاق العسكر أيام الرومان واليونان والفرس وغيرهم، أنهم إذا دخلوا قرية أفسدوها. فلا بد من العسكر أن يكون لهم قيم. المسجد أبو القيم. نحن مشكلتنا سواء العسكر أو الشرطة أو العوام أو أنا وأنت، ارتباطنا بالعبادة إذا صار فيه خلل وكان مجرد أداء طقس، فانفصلت العبادة عن العمل، وانتقلت العبادة من أنها وسيلة لكي تذكرني بالله سبحانه وتعالى، ثم تطلق سلوكي في الحياة خيرا وأخلاقا وعطاء، هنا تتحقق ثمرة العبادة. ولذلك ذكرنا هذا في كثير من كلامنا في مقدمات شهر رمضان وغيره، ثمرة العبادات لكي لا تكون مجرد أداء ثقيل أو واجب يرجى يعني يراد استنفاذه والتخلص منه، أو طقس شكلي يعني يؤديه كل الناس في كل الديانات من غير أي أثر له على النفس والواقع والعلاقات والحقوق. فالمسجد هذا قصة مسجد المردوم. العجيب أن في هذا المسجد مقابله مطعم حلال لأخ سوري وشاعر أيضا. فلما دخلنا المسجد، لأن المطعم بني ودخل بالسور، وإذا ببوابة القلعة، قلعة طليطلة، سور طليطلة داخل المطعم، كان ينزل ببكرات للداخل إلى 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 الأسفل. هذه بوابة مسجد المردوم، وهذه القيمة التي أعطاها الأولى في قضية أن الجند، أن العسكر يجب أن تكون لهم أخلاقيات. أحياناً تأتيك أنت كمسلم أوامر عسكرية ضد عقيدتك وضد دينك وضد قناعاتك وضد الدماء، هل أستسلم وأنفذ لأنها فقط أوامر، أم أن عندي مسلمات وفي كل إنسان وعند كل إنسان وفي كل مجتمع مسلمات وخطوط حمر لا يمكن أن يتجاوزها الإنسان؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قيمة يجب أن تكون. ونحن نرصد ماذا يحصل. من كان يصدق أن المساجد في بلادنا بعد أن كانت هي محط الأمن والأمان والاستقرار، المساجد التي تجمع صفوة الناس أهل السلام والصلاة تتحول إلى مواقع تفجير وإلى مواقع تخويف، وأن الناس لا يوليدي لا تروح المسجد أخاف يفجرونك. متى كانوا يتصور أن التفتيش يكون على بوابات المسجد؟ يا ناس ما الذي صنعوه بنا وصنعنا بأنفسنا؟ هذه قيمة أخلاقية يجب أن تستقر في أذهان الناس، وأن نعرف للعبادة ولأماكن الصلاة مكانتها في نفس الوقت. ونحن نتكلم عن المسجد الآن تحول إلى كنيسة، وكل المساجد هنا، مسجد الدباغين، مسجد السلفادور، مسجد كلها تحولت إلى كنائس. نؤكد على الحقوق، ونؤكد أيضا حتى لو ما كان مسلم، ما يجوز لجيش مسلم أو لأمة تذهب تفتح تعتدي على المسالمين وتعتدي على دور العبادة. وثني هو مسؤول عن وثنية، الله يحاسبه. يغايرك في العقيدة، هو عنده أن عقيدته صح، وأنت عندك أن عقيدتك يقين وصح ولا شك فيها، وهذه قناعتنا، لكن الله يحاسبه. إذن الفكرة السلبية التي صدرت إلينا من أن الإسلام دخل وأخذ أماكن ودور عبادة الناس، وفرض الإسلام
قهرا على الناس فكرة مغلوطة يسوقها المستشرقون لا أساس لها من الصحة، وهم يخلطون بين مفهومين، بين الفتح الإسلامي المسلح وهذا حصل وواقع، وبين نشر العقيدة بالسيف تسلم اللقطة راسك كما ذكرنا في محاكم التفتيش الكاثوليكية التي بدأت في إسبانيا وبدأها البابا وطبقوها حتى الملوك إيزابيلا والفونسو وغيرهم وفرناندو كلهم طبقوها، كانت جبر على العقيدة، يحرق إذا اكتشف أنا عنه عنده عقيدة أخرى. هذا ليس عندنا في الإسلام، في إسلامنا لكم دينكم ولي دين. في طليطلة آثار كثيرة، هذا بعض من كثير في هذه المدينة الجميلة، نرجو أن نكون قد استلهمنا منها الحكمة المرادة لما يوافق العصر والواقع الذي نحن فيه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.